till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. صباح الخير، انا معكم اليوم كمان والنهار رح يكون مميز. رح يكون في عنا زياره من الفنان العالمي جاستون يلي موجوده بلبنان، وهي رح تكون ببيت الدين ضمن المهرجان. رح تكون ضيفتي بعد شويه بالنهار، مش هلا هلا هلا. نحن كثير سعيدين انه نستقبلها. اذا حابين تطرحوا اي سؤال عليها بليز بعثوا لنا ارائكم، الاسئله اللي عبالكم نطرحها عبر تويتر مثلا. قالت حومي هيك بتخبرونا شو عبالكم نسأل. النهار رح يكون مهضوم كتير في فقرات عديدة. بدي أذكركم أنه طبعاً فيكم تتصلوا فينا على أرقامنا، فيكم تفوتوا على الفيسبوك بيج تبعيتنا وتقولوا لنا اللي عبالكم تقولوا لنا إيه. شو رأيكم نبلش النهار؟ في شغلة على فكرة بلشتوا تحضرونا من أول ما بلش شهر رمضان الكريم، عم نحط تقارير من الشارع طيلة الشهر، هيك عم ننتقل على المناطق اللبنانية، عم ناخد آراءكم كيف عم تكون تحضيراتكم بالصيفية، التحضيرات بركة للشهر الفضيل. التقرير اليوم كمان من منطقة الحمرة، سألت فيه زميلتنا المواطنين، في ساعات الصيام طويلة ولكن بعدنا في إفطار وفي حلويات كتير طبعاً ما بنعرف بشهر، هل عم تنصحوا أو عم تضعفوا بنهاية الشهر؟ جوابات رح نشوفهم سوا. أنا بشهر رمضان والله بنصح، بضعف بس مش كتير. لا بنصح ولا بضعف. يبي بنصح وبضلني عادي، أنا معود يعني. بس في جيل جديد ما بعرف كيف بده يضايق. على كل الأحوال بنصح يعني. بصير فرق بسيط يعني. أنا بالنسبة لي بضعف لأنه أنا بعمل تخشف كامل على الأكل. ما فيك تقولي بتنصح أو بتضعف يعني عادي. يعني مثلاً لأنه واحد بصير بياكل عشية. نبينا محمد عليه السلام بيقول صوموا تصحوا. بس هو صحياً يعني رمضان صحياً منيح. مثل السيارة مثلاً شغلت طول النهار بدها توقف شي نص ساعة ساعة حتى تبرد، بل ما إذا ما ريح فيها تتعب. علي أن أتحاشى التخمة لأن ذلك يؤذيني ويؤذي غيري. لا مش قضية هيك. لا الحمد لله مثل طوي. لا بنصح ولا بضعف. عادي ما مش كثير بتحسيها في فرق كثير أبدا. نضعف على الصيام وعلى الشغل وعلى التعب. طبعا بنصح العالم إنه صوم رمضان إنه صحي أكثر. شهر رمضان. السلام عليكي. هذه كانت الأجوبة تبع المشاهدين بمنطقة الحرة، لكن كل يوم على بكره رح نكون بمنطقة جديدة من لبنان ونطرح عليكم سؤال جديد ناخذ آرائكم. بدي أذكركم إنه برامج ام تي في خلال شهر رمضان حلوة كتير، عم نرجع نتذكرها كمان على طول بام تي في لايف. مسلسل لو من بطولة عبد فهد، يوسف الخال، نادين النسيب نجيم وغيرهم من الممثلين يلي بنحبهم كلنا. أكيد بلشتوا تتابعوا القصة، قصة خيانة يلي ممكن تزعزع عائلة، ممكن تخرب الدنيا لما يصير في قصة حب بين ليلى، امرأة متزوجة، مع غيث، وبتتعرف على جاد الرسام الحلو. جاد ما بيعرف أول شيء إنها متجوزة، إنها ربة منزل. بتعرف على بعضهم، بنغرموا ببعضهم، وهون بتبلش القصة. شو رأيكم بما أنه عم نحط الحلقة الجديدة كل يوم ساعة 9 إلى ربع، نرجع نشوف أو نسترجع مشاهد من حلقة مبارح عشية. ليلى وينك لهلا؟ ليش تأخرتي؟ سوري حبيبي تأخرت، بس ما رح أصدق شو صار معي اليوم.
كنت عم بشتري قصص لديمة وأنا وطالعة من المكتبة، فتت بشب حامل لوحات وخشب وما بعرف شو، فطبشت فيه وجيت واقع على الأرض وجرحت إجري. لا طب ليش ما خبرتيني؟ ليه ما حكيتي معي؟ كنت جيت فورا. كان بدي أحكيك بس ما لحقت وخلص رجع مش الحال. شو يعني كيف مش الحال؟ الشاب يلي فات فيه تساعدني أعطاني سبيرته والكولي. عم تجعك شو؟ عم تجعني شوي يعني الوقعة قوية مثلا؟ لا لا ما بعرف كيف وقعت، حاسب بردة بس. هول الحجج اللي ممكن تعرفت عليه وقعت وجرحت حالي على كل حال لازم تتابعوا كل يوم عشية 9:15 لتعرفوا شو عم بيصير بين هالشخصية الثلاثة. هلا في عنا برنامج تاني اللي هو برنامج ألعاب مع جوائز كتيرة، انت قد للسنة الثالثة بتصور. اللي عم بيصير السنة انه مغيرين شوية، في رح يكون في ضيف كل مرة، عليكم انتو تحذروا مين هو الضيف، لما تحذروا اكيد بتصيروا بتربحوا جوائز. مبارح كان عنا مين كان عنا ضيف مبارح؟ كان عنا بأول حلقتين الممثلة داليدا خليل والإعلامية بولا يعقوبيان كانت مبارح. خلينا نحضر البروموشن تبع انت قدها. كل ما نطلع درجة تحدي بيكبر، جوايز تكتر والحماس بيزيد. ضعوا معنا درجة درجة لتكونوا قدها في شهر رمضان المبارك على MTV. وطبعا MTV Live كمان رح يكون مواكب شهر رمضان الكريم، الفقرات رح تكون مغيرة شوي، رح نتأقلم أكيد. فقرات خاصة رح نحكي فيها عن العادات، عن التقاليد، عن الصوم والاستعدادات لعيد الفطر السعيد. ذكركم أنه بعد فترة قصيرة يعني كم أسبوع بالمبدأ من بعد ما يخلص شهر رمضان رح يكون في تجديد كتير كبير وكتير حلو لبرنامج MTV Live. الفقرات رح تبلش نحكي عنها شوي شوي. إذا حابين مثلاً تشاركوا بالريلوكينج، إذا حابين تبعتوا لنا فاني فيديوز، وإذا حابين تجوا تطبخوا معنا هون فيكن تراسلونا ومنصير منخبركن شو رح يصير، وهيك بعد الشهر رمضان منكون حاضرين لنبلش MTV Live الجديد. صباح الخير إلي. هاي البيخ. You're good؟ تمام. كان عندك كتير إشياء أولى اليوم. أسمعت. كان عندك كتير إشياء أولى. إيه حسيت يعطيك العافية، بجيب لك البيت مي كذا. لا رح أجي لعندك دغري ما بضيع لك وقتك. شو رأيك؟ يلا. صباح الخير لكينا ما هي جنبر. ماشي الحال؟ إيه تمام. كيف كل شيء؟ كثير كل شيء كثير منيح. أنت كيف كل شيء؟ كل شيء كثير منيح. خي؟ خبرية. اليوم اللي هنكون عم نحكي عن جادجت، بس بنفس الوقت امبارح هيك انا عم بحضر الايتمز لقيت جوجل شو كانوا عاملين لرمضان بمناسبه الشهر الفضيل اكيد، فهنكون عم نبلش فيها اذا بدك، بنكون عم نشوفها سوا. هو اللينك اللي فيكم تدخلوا عليه هو google.com/Ramadan، هالقد بسيط ما فيها شيء. هي اول مره ان فاكت بنلاحظ جوجل هالقد كانوا عم بيركزوا يا ما عم بياخذوا بعين الاعتبار كافه الاعياد. عاده ولا مره كانوا يخصصوا اعياد معينه، كان إذا بدك أكتر كنا نتذكر أشخاص بالدودلز الشهيرين تبعهم، بس هون لا، خلقوا ديزاين، خلقوا تمبليت، خلقوا بلاتفورم مثل ما هو كامل مكمل ليقدروا من خلاله إن فاكت يعملوا بروموشن لكل البرودكت تبعهم. فرح نكون عم نحكي عنهم لهالبرودكتس. فأول واحدة هون عم نشوف يعني اللوكيشن. لوكيشن هم نعرف إنه هنا عندهم جوجل مابس، فهون بهاللوكيشن رح يقدروا هنا يحددوا الموقع تبعنا. وهلا بتشوفوا ليش الغريب والحلو بنفس الوقت إنه نلاحظ فيها الفيسبوك تاب الموجودة هون. نحن نعرف انه فيسبوك هو منه جوجل برودكت، بس بنفس الوقت غير انه حطوا لك الجي بلس 1 يلي هي عبارة عن الجوجل بلس السوشيال ميديا بلاتفورم الخاص فيهم، كمان اضافوا عليها هالفيسبوك تاب. فاول ما بنطلع في عنا الديت فوق، فينا نكون عم نغير فيها نعرف كيفية الكالندر نمشي فيها لقدام، ولا حيتغيروا كيفية هالمعلومات معها عن صفحة. في عنا المون فيز يلي هو البرسنتج قدي صار مكتمل للقمر. نرجع عم نشوف السانسيت وقت المغيب يلي رح تكون عم تغيب فيه الشمس، وهون كاونت داون صغيره ومهضومه عن قد ايه بعد في وقت لا تكون غابت الشمس، لا تغيب الشمس. اذا بننزل شو عم نشوف هون؟ عم نشوف بلان توجذر، هون عندنا الكالندر تبعهم، جيت توجذر يلي هن عباره عن الهانج اوتس هالشاتنج سيرفيس الخاص فيهم، ايت توجذر رح نكون عم نشوفها بعد شوي يلي هن عباره عن ابلكيشنز موجودين على جوجل بلاي، مش على ابل ستور، على جوجل بلاي يلي هو الخاص باندرويد يلي بيضم وصفات رمضانيه خاصه. وانجوي توجذر هن عباره عن فيديوز تم التقاطهم يا اما عن برامج موجودين على يوتيوب ممكن نحن نكون عم نحضرهم.
فاول شغله بنكون عم نشوفها ببلان توجذر هي هيدي هون البير. فينا نكون عم نعمل شيرينج للكالندر تبعنا، فيك تكون عم يعني عم بتشارك الناس. مثلا هون عم نشوف اليوم learn how to make homemade milk soap. اذا بدنا نرجع لورا مثلا ليك قد كان في قصص ديكوريتيف رمضان كاونت داون وعدد كثير كبير من هالامور يعني الناس كانوا عم بيتشاركوها مع بعضهم من خلال السوشيال ميديا بلاتفورمز. اذا بنكمل لهالبارت جوجل كيب عم تلاحظ كلها بروموشنال تولز كمان بطريقه اندايركت شوي لجوجل. هون عم بيقولوا لنا انه فينا نكون عم نستخدم هالاب يلي هي اسمها جوجل كيب لنقدر نحن نكون عم منأيد كيف هالمدونات اللي نحن بحاجه نضل عم نتذكرهم خلال النهار. Spend time with your loved ones. هاي حبيتها كتير مخدومة. فيكم تحطوا destination تبعكم من بيروت مثلاً للمنطقة اللي انتو بدكم تروح عليها وبتعملكم plan للجورني تبعكم، بتقولكم قدي في عجقة قدي تقديرياً بدكم وقت لتوصلوا على هيدا المكان، وبتعطيكم كافة هالمؤشرات يعني هن اليوم موجودين بجوجل مابس. Hangouts بنرجع عليها مرة تانية. فيتشر هون كتير حلوة على البال بدنا نكون انه عم نحكي عليها ونتوقف عليها شوي يلي هي sharing من خلال المابس. إذا بنطلع هون عم بيعطيني أنا اللوكيشن تبعي بما انه انتبهتوا فوق بالبداية كان حاطين انه نحن بلبنان. في يكون عم شوف ناس غيري وين هن موجودين وكيف عم بيحتفلوا بهالعيد. فينا نشوف هون لأن عم بيعملوا شيرينج للصور تبعهم وفي على هاللوكيشن خلينا نشوف إذا في غيرهم. فلهلا في عنا هالاثنين. في بس ثلاث أشخاص؟ لا هلا هون سبعة البال. في أكثر أشخاص. بلاحظ كمان هون إنه المغيب عمال وشرقت الشمس بتيرميل. فمنكمل اخر شيء عنا السكشن يلي هو خاص بيوتيوب يلي بيقولونا شو الفيديوز يلي عم ينعملون ابلود واليوم موجودين على يوتيوب فينا نكون عم نحضرون. اخر سكشن يلي عم نحكي عنه هلا يلي ذكرناه من شوي البير يلي هو بيضم كافه هالوصفات الرمضانيه يا اما حتى الابس الخاصه بس برمضان يلي هن موجودين على الستور. فعم نشوف هون في عنا رمضان مون كلوك، عم نشوف عنا رمضان وول بيبر، عم نشوف عنا هالريسيبيز وعلى كتير كبير. فجوجل يوم خلقوا سكشن خاص بهالاحتفال بهالعيد لتقدروا اكيد انه تكونوا عم تدخلوا عليها وتحصلوا على كافة المعلومات على هيك فيتشرز شوي من عالم تكنولوجي يلي انه ممكن يكونوا عم نستفيد منهم. حلو كتير يعني كل خدمات جوجل صارت لقلنا كلنا صارت للكل. هي أصلاً للكل بس إنه بفترة شهر رمضان صارت أدابتد أكتر للشهر الفضيل. Exactly. وجوجل من خلالها عم يعمل بروموشن لكل التولز تبعهم. طبعاً. بنكمل منروح شوي لعالم تكنولوجي بنظهر من جوجل نحكي شوي عن الجادجتس. كيفك أنت البلوتوث سبيكرز بالبيت؟ عندك بلوتوث سبيكر؟ ما كثير بحب البلوتوث سبيكرز. عندي one gadget بلوتوث يلي هو to control music من بعيد. Okay. It's not a speaker بس إنه لنغير البلاي ليست. بس إنه بعده هالتراديشنال سراوند سيستم مع الكابلات القطعين عملهم كاش كابل مخبيهم بالحيط. إيه. زارع قطعهم تحت التراب نوينج البير بيكون قطعهم تحت التراب زارع فوقهم زريعه جازوهم من فوق لما يبينوا طمرهم يعني. لا ان فاكت بدي احكيك عن بلوتوث سبيكر بس بعتقد حتحب هالبلوتوث سبيكر لان فيه هالتاتش شوي هيك من عالم الطبيعه يعني. اول ما طلعوا فيه بشكله من برا هو معمول من مواد معدنيه عم نحكي عن ميتال ديفايس بس الفرق انه ما فيه بطاريه. اليوم كل هالسبيكرز اللي نحن بنحكي عنهم هو بيجي فيهم بطاريه بتكون عم تستخدم هالبطاريه عطا لتشرج هالديفايس. اليوم هالتكنولوجي تغيرت فهالتكنولوجي الموجوده بهالديفايس ان فاكت اذا بتلاحظوا فيها شمعه. ما بدي اقول لك هيدي انا ايش غلط او فيها شمعه او لا هي فهون اللي عم بيستعملوه عم بيستعملوا هال التكنولوجي هي اسمها بتستعمل البلتيه افكت يلي هي عباره عن العمليه اللي بتصير وقت بدها تحول الحراره اللي عم تنتج من هالشمعه يلي هي حراره كثير قليله يعني انه مش عاملين فودوكان يعني فهي كثير قليله ولكن هي كافيه لتقدر انه تكون عم بتولي الطاقه رح تقدر تزود هالديفايس بالكميه المطلوبه ليقدر يكون عم بيعطينا صوت يعني نحن بحاجه له. فهون اذا بنشوف السكتش شوي كيف هي عم تشتغل عم نشوف هالسبيكر الموجود فوق هالمواد يلي هن كمان من سيراميك معمولين يلي رح يكونوا عم بيغطوا هالديفايس يلي من خلالهم رح يقدروا البير انه يترجموا هالحراره يلي عم تطلع من هالشمعة البسيطه لتقدر تكون عم بتولد لنا طاقه كهربائيه. وعم نشوف كمان كيف انه رح تكون هالهوت اير اوتلت في عنا محل وقت تكون عم ركب هالسبيكر مع الباف رح يكون عم بيظهر هالهواء السخن لما يحموا كل هالديفايسز بالداخل. غريب شوي لا بس بتعقد انه لا لك هالبروجي بلش ما بعرف شو بدي اسالك مضبوطه بتشتغل في ريفيوز عليها ايه ولا لك سعرها 255 دولار اتس اونلاين اليوم انطلقت كمشروع هي من ناحيه الفيزكس يعني ما في ابدا كهرباء بس بنضوي الشمع ما في كهرباء عم اقول لك هالافكت اسمه بيلتيه افكت
وهو اوريدي موجود يعني بعالم الفيزيكس، واليوم بس الفرق الوحيد انه قرروا انه يدمجوها على عالم التكنولوجي. عم تنباع اليوم اونلاين، انطلق هالمشروع يعني من خلال الفندنج بروجكت اللي هو كيك ستارتر. كان بدهم مبلغ قليل وتمكنوا انه يجمعوا مبلغ كتير كبير مثل ما بتتوقعوا، لان فكره فريده من نوعها. عم نحكي عن بلوتوث سبيكر، منه بحاجه انه ندلع 30 هم، في بطاريه ما في بطاريه لازم نكون عم نشحنها وكل هالامور. في فيديو ما بعرف اذا فينا نكون عم نحضره سوا، بفصلنا شوي اكثر كيف تشتغل، بتكون عم بتشوفوها هيك ان اكشن يعني. بعرف كنت تتمنى أن تكون موجود بالاستوديو ولا عشان تسمع صوتها ولا تاخذها معك على البيت، لانه ما فيها لا كهرباء ولا بدها كيبل ولا بدها شيء. فهذا التوجه بعالم التكنولوجيا اللي عم نروح له. و اتس بلوتوث سبيكر. يعني مين كان قال انه رح نرجع لايام الشمعه بالتكنولوجي؟ رجعنا لايام الشمعه، والفرق الوحيد انه هالشمعه هي عم تمشينا ديفايس على البلوتوث، يعني مش انه هلا اذا بتضوي شمعه على الغساله بتصير تمشي كمان، او بدك تغير لها شوي الكومبوننتس من برا، يعني بدك تعملها نفضه تغير لها القطع الموجودين فيها. اللي بعتت الفيديو اللي عنا اياها منا كثير جيده. Alright. So فينا ما نحضره. مش مشكلة. بس إنه البلتي إفكت هو لما في conversion بين بين حرارة بتصير كهرباء أو العكس. مزبوط. يلي لا هي أي وقت عم ترجم الحرارة لكهرباء بشكل كتير بسيط. ولا تقدر تقوم أنت بهالعملية. البال أنت بحاجة لمواد معينة. يعني مشان هيك أنا فاجيكم السكتش أول شيء لتشوفوا كيف معمولة من داخل. كيف هالأمور الموجودين فيها. يلي من خلال إحنا نقدر نستفيد إنه نحول هالطاقة. يلي هي هون عم نحكي عن ما في يقول إنه طاقة بديلة completely. عن الكهرباء انه برضه عم تضوي الشمعة وعم تستخدم شيء مش عم تستعمل الشمس، بس انه مش عاطله. لا بس اتس جود. هلا يعني بلوتوث، وين البلوتوث للميوزك؟ ايه اكزاكتلي، البلوتوث هي للميوزك وهي بيكون موجوده بالديفايس. يعني بس speaker. من حطها هيك بجنينه بالبيت تولي على جنينه و قديه بتعطي صوت؟ دو وي هاف ا جود اوديو؟ هلا اكيد الاوديو هون ما عم نحكي يعني عم رح تقدر تمشي سراوند عليها البير بطبيعه الحال، لان قوه الكهرباء اللي عم تحصل عليها هي بلشنا حجج وهيك نغير شو بلشنا نحكي لك قد ايه حتكون عم تاخذ؟ عم تاخذ تقريبا الرينج تبع الكهرباء اللي عم تاخذها هي حوالي 12 واط. اوكي. يلي هي انه فير عادله، مش ما فيك تمشي سهر عليها، فيك تمشي عشاء رومانسي بدل ما تكونوا حاطين هلا صار درجي قلبي عالم تكنولوجي، بدل ما تحطوا الشمعه بنص الطاوله بتحطوا سبيكر بنص الطاوله مع شمعه بالنص وهو بيهتم بكل السهره، وبيبقى بس بدكم الاغاني ليحطوكم بالمود يعني، وشويه اضاءه. الاضاءه هينه، ما تحكوا كثير لتسمعوا الموسيقى، لا تسمعوا الصوت. فيك تعلي الصوت، تحطي الصوت سبا. Alright. فده شيء كتير بسيط. باي ذا واي للناس يلي حابين يتعرفوا عليها اكثر، اسمه بلتي، PELTY. وبرجع بقول لكم اليوم عم ينباع على الانترنت، ولان المشروع بلش بفكره. انا رح ايدها هيدي لانه بدي هيك. بدك توصي عليها؟ بدي هيك حركش اكثر، شوف شو القصه، وين، كيف، ليش. بامريكا اليوم موجوده ورح يصير في منها هون. أوكي. اكيد. لان تعرف هيك ايتمز يعني في كثير ناس اليوم عم بيشتروا هيك ايتمز ويصير في منهم ببيروت، فبس بيبقى الشيء صعب انه تعرف مين عنده اياها. هلا انا شخصيا عم بشتريهم كلهم على الانترنت وماشي حالي. ماشي حال؟ سو فار جريت. شو عنا اليوم كمان الي؟ لنكون عم نحكي عن اخبار المونديال، عن اخبار مونديال السنه. هي سبريز بعتقد اولادي بيعرفوها. 2006 يعني بدنا نحكي عن المونديال كان عم يصير بالمانيا واحداث المونديال. طيب نحن رح ناخذ بريك سريع. اللي بده يصير انه رح يكون في عنا لكن بعد الوقفه وورلد كاب سيشن. امين والي شو هن الاشياء الجديده؟ بركي رح نرجع نسترجع مونديال او وورلد كاب صاروا بالزمانات. قبل رح يكون في اوتو فوكس. انا بشوفكم من بعدهم، خليكم معنا.